وإلى متابعتها أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأهرام سبورت، تقلص فرص حساب عاشور للحاق بمباراة طنطا. من الوفد مجلس الخطيب يبدأ عهده في الأهلي بعشر قرارات ويستكمل اجتماعه الليلة. من المصري اليوم ارتياح في الأحمر بعد موافقة الزمالك على تأجيل قمة الدور الأول. ومن الوطن سبورت مروان محسن يطلب المشاركة في المباريات. من الشروق البدري الإجهاد وإهدار الفرص سبب الخسارة أمام المقاصة القوي. ومن اليوم السابع الأهلي يحارب الإجهاد براحة 24 ساعة قبل مواجهة طنطا. من فيتو محمد الشناوي ينتظم في ميران الأهلي الجماعي غدا. وفي الجول الأهلي سنلعب السوبر والقمة في أي وقت. من دوت مصر حسام البدري يطالب لاعبي الأهلي بطي صفحة المقاصة. ومن الأهلي دوت كوم عبد الحفيظ، سنغلق ملف المقاصة ولكننا علينا من غياب مركزين مهمين. ومن يور سبورت عربية، قطار الأهلي يتوقف في السويس أمام المقاصة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.